جريئة. الجرأة يلي بتطرح قضية، اللي بتطرح قضية جريئة، هي الجرأة. مو جرأة بأنه أنا ألبس أو أطلع بشكل عاري أو هيك، لا لا، شو الدور الجرأة اللي هي بترفضيه؟ بطرح القضية يلي أنت عم تطرحيها، هي هون شو الدور اللي بترفضيه؟ الدور اللي ما بيترك أثر عند الناس، الدور اللي ما بيقدم لي شيء، ما بيضف لي، يعني بخليني خلص أكون. كتير سهل أنه نكون نحن أشخاص مستسهلين، بس الصعب أنك أنت تعملي للصعب، أنك أنت يكون عندك شيء جواتك، حالة بحث دائمة. بحب الشخصيات المركبة، لأنه الشخصيات المركبة بتخليكي دائما عم تفكري، دائما عم تطوري من حالك، عم تقدمي شيء حقيقي. نحن القبلة كلنا جرأة ولا؟ القبلة أكيد جرأة، أكيد جرأة. تعمليها إذا خدمت الدور أو كانت موظفة صاحبة دراما لهدف معين؟ شوفي، أنا ما بتخيل إني بعملها للقبلة، لأنه ليه؟ القبلة بالنسبة لي، يعني نحن بمجتمعات، هاد جمهورنا، هدول ناسنا، فنحن ما فينا ما نحترمهم. صح، فيهم يفوتوا على نتفليكس يشوفوا يلي بدهم اياه، وموجود، لكن نحن بالنهاية هاي بيئتنا، هذا مجتمعنا، بدنا نحترمهم. نحن ما فينا ما نحترمهم.